أكشن. قاعد نسوي عمل لمؤسسة أبو ظبي للإعلام. الفكرة إن نجدد أغنية قديمة فميوزك فيديو وطني. عمل بانورامي تتصور في فريم واحد أو ون شوت. يجمع تاريخ الإمارات من فترة تأسيس الاتحاد وما قبل تأسيس الاتحاد. كيف ممكن نجيب نعيد إحياء كل الحقبة التاريخية هذه إلى المستقبل الزاهر لدولة الإمارات. احنا اشتغلنا بري برودكشن في الموضوع هذا تقريبا شهر كامل. فريق الاعداد فريق كبير جدا اشتغل ليل نهار. عمل غنائي ولكن هذه المره جاب شكل ثاني. نعمل ريكرييشن من اول وجديد. اغنيه معروفه مهمه جدا يمكن تكون متنوعه في اعمال كثيره لكن هذه المره يكفي عمل واحد. لا رغم ضيق الوقت تحديات في إيجاد المراجع التاريخية كان من ناحية تجميع المعلومات بحث عن الرفرنسات وبعد قصر بعض الأمور وندمجها بطريقة إبداعية وبعدين رسم المعلومات كستوري بورد.